FM. الكلمة ليك. أنا تقديري لا يقال بهذا المعنى. الغلط في العنوان هو النهضة، والنداء براء من هذا، لأنه أطياف التصوير حافظ قائد السبسي ورجل غنوش. هذا هو بالضبط التوصيف، حافظ قائد السبسي وحركة النهضة ومدير التنفيذي متاعي. وحتى حركة النهضة مدير تنفيذي غير شرعي، جاء بانقلاب ساهمت فيه سلطة، وهذا سيكشف في المدة القادمة، ما يحق الحق في نهاية المطاف. الحديث عن أنه النهضة والنداء، النهضة حزب ديني معروف إخوان المسلمين، مكتب راشد الغنوشي زاد حتى في تفصيل النهضة، رأوا النهضة ما هيش كلها في شكارة واحدة، ثم النهضة اللي هي الحزب واللي هي القواعد، وثم مكتب راشد الغنوشي اللي هو 7-8 أشخاص. الكلمة ليك.